شيخ، نعم. إني أحبك في الله، ولقد قال أحد أئمة المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله تعالى له كصلاة العصر أو الظهر. نعم. أقول أحبك الله الذي أحبتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا متحابين في الله. اعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا، يذهب سريعا كأنه ليس بشيء. أمات الله رجلا 100 عام، فلما بعثه قال كم لبثت؟ ماذا قال؟ يوم أو بعض يوم، وهما سنة. أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادت 9 سنين وهو نوم، والنوم ليس كالموت، الموت أسرع ذهاب الوقت فيه. وهؤلاء الأمة اللي ماتوا لهم ملايين السنة تجدهم كأنهم ما مر عليهم شيء، كأنهم الآن ماتوا، كأنهم الآن ماتوا. لكن من كان في نعيم فهو المفضل سيروح عليه الوقت سريعا، أسرع بكثير. لكن اللي في جحيم نسأل الله العافية يتباطأ الوقت ويكون الوقت عليه طويلا. وهذا شيء مشاهد، حتى أن ابن خلدون وهو يعتبر من حكماء أهل الأخبار يقول إن أيام الأمن وأيام الرغد تمضي سريعا، وأيام الجوع وأيام الحروب والفتن تكون طويلة، وهذا صحيح. فأقول يا أخي، كل المدفونون أو كل المدفنين على صح إذا جاء يوم القيامة فكأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ولهذا يقول المجرمون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كانوا مرقد. فالحاصل بارك الله فيك، أنا لا أعرف عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، لكن أنا أقول لك إن المدة تزول سريعا، أسرع من لمح البصر، أسرع من لمح البصر.